السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شرحنا اليوم هو عن إيقاف خاصية التصحيح التلقائي في أجهزة سامسونج. نلاحظ لما نكتب يقوم المتصفح بتصحيح تلقائي للكلمات، لبعض الكلمات تظهر هنا مثلا تؤشر باللون الأزرق. كما تلاحظون يختار هو النص، يقوم بمجرد أن تضغط مسافة يغير الكلمة تلقائيا. طبعا بعض المستخدمين يرغبون بحذف هذه الخاصية، لتتمكن من ذلك تتوجه إلى الضبط ثم تنزل إلى اللغة والإدخال، وبعد ذلك تختار لوحة المفاتيح المعتمدة لديك هنا لوحة مفاتيح سامسونج. ننزل إلى النص التنبؤي أو التصحيح التلقائي في النسخ الأقدم من لولي بوب، ونختار هنا إلغاء التفكير. وهذا كل شيء ببساطة. نلاحظ عندما نعود إلى الكتابة اختفى شريط التصحيح التلقائي. هذا كل شيء بالنسبة للشرح. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.